موسيم في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح. سي قيس مجري صباح النور، مرحبا بك، شكرا قبل دعوتنا اليوم الصباح. صباح الخير، وسي توجور ان بليزير دو فوروفار سور اكسبريس اف ام. مرحبا بك سي قيس، ندخل معك في صلب الموضوع. كنا نحكيو على المجال الايروسباسيال، دونك عندك حاجات مخصصه اليوم في لافي ولا لا؟ الوكالة العقارية الصناعية البارح توجهوا لك بالكلام من المنبر، انا كنت حاضر معناتها وسمعت الاجانب، دونك لا ريبيتاسيون تاع لافي على الصعيد الدولي. هو البارح احنا ساعه اكتشفنا وزدنا تاكدنا من اهميه القطاع هذايا في 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 تونس وفي العالم والتطورات اللي قاعده تصير في المجال هذايا، خاصه نعطاو دي شيفر فريمون تري بروميتور، معناتها يقول لك لا فلوت ايريان اللي فادوبلي دون 20 عام، معناتها افيك دي بلان دو كوموند على 10 سنين القدام و15 سنين القدام، دونك فما قطاع في ازدهار كبير وفما طلب عالمي كبير ياسر على القطاع هذايا. وحنا في تونس عندنا البارك نتاع اسونسيلمون المغيرة مثلا اللي هو بارك فوق ال 260 هكتار موجود في قلب تونس العاصمة، والبارك هذا اوني كوموند دون لو سونس اللي هو فما كلستر كبير نتاع شركات متخصصة في مجال صناعة مكونات الطائرات اللي القاطرة نتاعهم ايربوس ستيليا، واللي الوكاله العقاريه الصناعيه كانت من الاوائل الشركات اللي خصصت لهم مقاسم صناعيه غاديك باش يطوروا فيهم الاكتيفيتي نتاعهم هذيا. واحنا حاليا قاعدين عندنا منطقه صناعيه على 23 هكتار في الاكستنسيون تاع المغيره واحد واثنين وثلاثه، عندنا المغيره خمسه، وتقريبا حتى فما بارتي من المنطقه الصناعيه اللي هي في طور الدراسات والتهيئه نتاعها، تقريبا مكننا شركه كبيره في التكنو في المنطقه الصناعيه هذيك اللي باش تاخذ مقسم على 9.6 هكتارات وباش تطور الاكتيفيتي نتاعها. رابيدمون دونك سي اسلام ببارك مع فيس بريزيدون جيتاس تكلم على اكثر من 80 شركه اليوم، اكثر من 17000 موطن شغل مباشر، كل عام يتزادوا تقريبا 1500 موطن شغل مباشر، 3.5% من البي بي التونسي و8% دو كروسونس انويل موين، معناتها اليوم ارقام كبيره ياسر بالنسبه للقطاع هذايا، وطومبيو اللي انتم مخصصين لهم خاطر فما بوتونسيال، والبارح هذا اللي طلبوهم في الاجانب اللي جايين بلوس دو زون، اون بليس يظهر لي عندهم زاده دي بوزوان باش تكون دي بارسيل كبار. حسب ما فهمت خطيت بارفوا استثماراتهم المصانع نتاعهم كبيره. هو لا توندونس بوتيتر هذه نزيد نعرج عليها اكثر، معناتها على مستوى الوكاله العقاريه الصناعيه كانت التوجه العام بصفه عامه انها تخلي مقاسم صناعيه للو يبداوا صغار شويه ما بين 5000 2000 3000 5000 متر مربع، لكن لاحظنا بعد الكوفيد وبعد الحرب الاوكرانيه فما معناتها قدوم العديد من المستثمرين الاجانب اللي يحبوا ينتصبوا في تونس، فما عوده للاستثمار قويه، وهذا اللي قالوا الفيبا تقريبا 2.4 مليون دو دينار مليار دو دينار، معناتها استثمارات عوده نتاع الاستثمارات الاجنبيه. في الاطار هذايا لقينا ما عندناش مقاسم كبيره معناتها نتاع 3 4 هكتارات 10 هكتارات والكل، وهذاك علاش توا قاعده الوكاله العقاريه الصناعيه تعمل على تخصيص مقاسم صناعية كبيرة في المناطق نتاعها الصناعية باش تستجيب للطلبات هذه. والحقيقة تمكننا، ربما أنت واكبت معنا بعض العمليات نتاع الاستثمار الكبيرة كما شركة أوتوليف في فحص المرجة ولا في سوميتومو في جندوب الارتياح، ولا معناتها فما تقريبا تفاعل إيجابي من الوكالة العقارية الصناعية بور ساتيسفير سيت دوموند لا، خاصة انه في اكتوبر 2022 المرسوم عدد 68 هذا للتسريع في انجاز المشاريع العموميه مكن الوكاله العقاريه الصناعيه من بيع المقاسم قبل التهيئه، معناتها مدخرات عقاريه وبدينا في الاجراءات والامثله التقسيم نتاعها نجموا نبيعوها قبل ما نكملوا التهيئه، وهذا اعطى ان سوبليس للوكاله العقاريه الصناعيه باش انها تعطي مقاسم من الحجم الكبير خاصه للمستثمرين توانسه ولا اجانب الكبيره، اخرها ربما ما تمش الاعلان عليها بما يكفي في الميدياتيزاسيون نتاعها، ولكن ان رو ايفينمون صار في باجا بار اكزومبل، شركة في مكونات السيارات كبيرة برشا اعطيناها مقسم وبدات توا في اشغال الانجاز نتاع المشروع نتاعها، معناتها يعني فما العديد من المقاسم الصناعية الكبيرة اللي قاعدة تتعطى توا. سي قيس ماجي، شنو هما لي بيرفورمانس تاعكم لافي؟
الارقام، اعطينا مثلا شيفخ رابحين خاسرين، شنو هو اللي صاير في هي الوكاله العقاريه الصناعيه تمر المده الاخيره بالسنوات الاخيره خاصه منذ الكوفيد بصعوبات ماليه، ودخلنا في مرحله نتاع معناتها صعوبات ماليه وشركه خاسره شويه، ولكن بفضل معناتها مجهود كبير من كافه فريق الوكاله العقاريه الصناعيه باش نطوروا في الـ في الـ في في الوكاله العقاريه وخاصه في الاسيز فينانسيير نتاعها. تقريبا في ظرف السنة هذه السنة ونص هذه تقريبا هنا تريبلي لو شيفر دافير معناتها نتاع الوكالة العقارية الصناعية، وهذا متأتي أساسا من أولا البيوعات، أوني بلوز أكتيف في البيوعات، قمنا توت أون بلان دو ماركتينغ ديجيتال كبير برشا بالاس ام اسينغ بالسبونسورينغ بالكونتاكت ديريكت بالحضور الندوات بالحضور المؤتمرات وغيرها، كيف كيف عن طريق ريكوفرمون، عندنا ريكوفرمون نتاع المؤسسات اللي مازالت مش خالصه واللي عندها ديون متخلده لدى الوكاله، وكذلك عن طريق البيوعات بالمزاد العلني اللي هي متاتيه اساسا من استرجاع المقاسم اللي هي غير مستغله. كما تعرف الوكاله العقاريه الصناعيه تبيع مقاسم على شرط انه المستثمر يدخل في طور الانجاز المشاريع نتاعو في ظرف 3 سنوات. في بعض الحالات انه المستثمرين هذوما يتقاسوا عن الدخول في طور الانتاج لاسباب ساعات موضوعيه، ساعات لاسباب سبيكولاتيف والكل، دونك الوكاله تسترجع العقارات هذيا، دونك قمنا بتفعيل قرارات اسقاط الحق هذيا والمتابعه الدوريه للمقاسم الصناعيه، خاصة على اثر لا استراتيجي دو ترانسفورماسيون ديجيتال دو لونتربريز اللي هي تقريبا رقمنا كافة المخزون التجاري نتاع الوكالة العقارية الصناعية، وهذا مكننا اكثر من التحكم في المعلومة، وبالتالي قمنا بإعادة تفعيل اسقاط الحق واسترجعنا العديد من المقاسم، وقمنا ببيعها السنة الفارطة في المزاد العلني، وعندنا زاد في شهر جوان المقبل ان شاء الله، وربما هذايا نستغل فرصه وجودي على اذاعه اكسبريس اف ام باش نعلم كافه المستثمرين والباعثين الصناعيين اللي هما انتريسي خاصه في مناطق تونس الكبرى والمناطق الساحليه اللي فيها ضغط كبير على العقار الصناعي وما فماش معناتها اوفر كبيره برشا. نحب نقول لهم اللي في شهر جوان معناتها عندنا العديد من المقاسم الصناعيه. ايه شوقت معناتها باش يتم عرضها للبيع في مناطق اللي هي مطلوبه جدا، معناتها كيما نقولوا الشرقيه، كيما شبرانة، كيما المغيره، كيما دونك مازاد علني. دونك شو ما تبنيوش عندهم اي في اطار مقاسم صناعيه مسترجعه، لانه اصحابها ما قاموش بانجاز الاستثمار وتم استرجاعها باجراءات قانونيه بطبيعه الحال عن طريق السماع والتنبيه واعطاء المهله وامورهم ريقله قانونيه، امورهم ريقله مش باش تقعدوا تبيعوا لا، في اطار الاجراءات القانونيه المعمول بها في قانون انجاز المناطق الصناعيه. دونك في الشرقيه وفي في الشطرانه في المغيره في قلعه الاندلس في برشا بقايا معناتها في هذا في المزيد العلني تصور تنجم بون هذا رايي انا تصور صارت تطلع وفي نفس الوقت يعني مطلوبين. حتى احنا تو قاعدين نحضروا في البيلون دو لونتربريز تقريبا معناتها فما مؤشرات طيبه على عوده معناتها الربحيه للوكاله معناتها وكل تقريبا افيك لو بينيفيس مرات لو شيف دافير 8 9 مرات معناتها لو بينيفيس بارابور على لاني ديرنيير معناتها باهو كنتوا تخسروا كنا نخسروا وعلاش نخسروا اونتراتور على خاطر الوكاله العقاريه الصناعيه تبيع بسعر التكلفه ما ماهيش مؤسسه ربحيه المداخيل كلها معناتها توجه للاستثمار وتوجه للتهيئه واعاده التهيئه ودونك نعرف الضغط على الماليه العموميه ولكن الحاجه الجديده ربما اللي عملنا عليها هي تنويع مصادر التمويل نتاع الوكاله العقاريه الصناعيه وربما هذا زاد ان سكوب معكم انتوما انه قمنا بالبحث عن مصادر تمويل جديده للوكاله العقاريه الصناعيه وحطينا معناتها في دي كول في دي فون معناتها مخصصين للبنيه التحتيه الصناعيه وان شاء الله في شهر ماي باش يتم امضاء اول عقد تمويل في قالب دون مع لي اف مع الانفستمنت فور امبلويمنت ان فون المون اللي هو ديدي اون افريك بور لو ديفلوبمون دو لانفراستركتور اندستريال الكل بور لومبلوا دونك اون اورا معناتها اون زون اندستريال كي سورا فينونسي
معناتها موتي موتي ما بين الوكالة العقارية الصناعية ولوفون اي اف او هذايا، باش تكون في المنطقة الصناعية بالمنستير في راس المرج 50 هكتار، باش تكون موجهة معناتها اسونسيلمون لتهيئة منطقة صناعية مندمجة. والمصطلح هذا جديد شوية، لأنه المصطلح هذا سي سكون ابيل لي نوفيل جينيراسيون تاع لي زون اندستريال في الوكالة العقارية الصناعية، اللي هي تم ديجا المصطلح هذا تم تكريسه في المرسوم اللي حكيت لك عليه عدد 68 لسنه 2022، المرسوم التسريع لانجاز المناطق الصناعيه اللي احدث نوعا ما جيل جديد من المناطق الصناعيه نسميهم المندمجه انتجري، واللي هذوما باش يكونوا دي زون اندستريال يخرجوا على النيفو بازيك نتاع كياس وماء وضوء، باش تكون مناطق صناعيه فيها عديد من المرافق بما فيها مرافق السكن، مرافق الخدماتية، تكون فيها معناتها صديقة للبيئة، وفيها لا كونيكتيفيتي، وفيها لا ديكاربوناسيون. دونك هذه من المشاريع المستقبلية اللي ان شاء الله تنحكيوا عليها من بعد للوكالة العقارية الصناعية، بور متر دي زون اندستريال تستجيب للتحديات اللي نعرفوها توا، التحديات الصناعية في العالم خاصة بور لا ديكاربوناسيون ولا كونيكتيفيتي. مزيان ياسر هذا سي قيس، ولكن كنا في السوق الجمعه اللي فاتت معناتها ضيفنا وقت سي احمد مسعود يحكي على دي زون اندستريال ما فيهمش اكليراج بوبليك، دي زون اندستريال ما فيهمش ابسط مرافق، وانت تحكي دي كاربوناسيون وتحكي لي على المستقبل، عملت لي رحله في وساعتين الحاضر هو 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 سمعت الحوار اللي صار والكل، والحقيقه هو فما سي اون كونفيزيون اللي تصير الحقيقه وتصير ديما على ظهر الوكاله العقاريه الصناعيه، انه كل ما نقولوا منطقه صناعيه ديريكتومون يتبادر للذهن انها الوكاله العقاريه الصناعيه، هذه كيما الماركتينغ نتاع فريجيدير هي ماركه ماهيش اسم اله معناتها، دونك منطقه صناعيه هي وكاله عقاريه صناعيه. اور لو كان نشوفوا المناطق الصناعية المحتوى في تونس، لا هي المناطق الصناعية في تونس فما بريسك أربع متداخلين، فما الوكالة العقارية الصناعية، وفما المجالس البلدية والمجالس الجهوية والخواص. دونك نلقاو العديد من تقريبا نصف المناطق الصناعية الموجودة في تونس هيئتها الوكالة العقارية الصناعية، والنصف الآخر هيئوها إما خواص أو بلديات أو ولايات. وبالتالي تونا لو كان نرجعوا الكام تاع صفاقس، وهي تمثل اكسبسيون صفاقس على خاطر اغلب المناطق الصناعيه تم تهيئتها من قبل خواص. احنا تقريبا عندنا فيها فوق ال 230 هكتار معناتها هيئتها الوكاله، بينما هي فوق ال 1200 هكتار كلها خواص، انتر سيدي سالم اللي يحكي عليها، معناتها سيدي سالم هي في من المناطق الصناعيه فوق ال 100 هكتار، واللي هي تقريبا تم تهيئتها من قبل الخواص، واللي فيها كما قال وكلمه صحيح معناتها لا فيها لا فيها لا ماء لا ضوء لا كياس، معناتها منطقة عشوائية بتبيع تراكمات. تقول خواص عبد بزنس جاء عمل منطقة وباع، ولا 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 عبيد بداوا ينتصبوا واحد اثنين ثلاثة 10 20 بداية المعمل؟ أراضي سبونتاني سبونتاني انتصبت غاديك، يجي معمل بعده معمل بعده الاراضي نتاع خواص وتم الانتصاب سي دون سو سونس، مش معناتها اون بيرسون جاي عنده لو كبير قسمه وردوا دونك الحقيقه يعني سي سا قصدك كل مولاي معمل جاء واحد بعد واحد بعد سي سا فوالا شرا وعمل دونك مناطق صناعيه. اليوم هنيه ما عندكمش اون اوبليغاسيون بالقانون باش انتم تتلهوا بها كي تولي منطقه صناعيه كيما هكايا فيها 400 شركه وكبيره؟ هذا الخلط الثاني اللي هو واحد الخلط الاول المناطق الصناعيه انها كلها افي اور سي با فري، المناطق الخلط الثاني انه المناطق الصناعيه المسؤول عليها هي الافي، معناتها الصيانه نتاعها والتعهد نتاعها والتهيئه اعاده التهيئه نتاعها اور سي با لو كا، معناتها حسب القانون التونسي المناطق الصناعيه التصرف والصيانه نتاعها ملقى على عاتق ما يسمى باللي جي ام جي المجامع الصيانه والتصرف، وهي هذه كما في البلاصات في العمارات معناتها السنديك نتاع المنطقه الصناعيه معناتها ممثل عن الصناعيين المنتصبين بالمنطقه اللي هما ياخذوا دي كوتيزاسيون نتاع الصناعيين المنتصبين ويقوموا يوظفوا الاموال هذيك المستخلصه لصيانه المنطقه، سواء كان من التعبيد من التنوير العمومي من صيانه التجهيزات اللي موجوده اجهزه الحرائق وغيرها، معناتها هذه على عاتق مجامع الصيانه والتصرف.
في بعض الأحيان نلقاو مجامع صيانة وتصرف أكتيف وناشطين وقاعدين يقوموا بخدمة هائلة برشا، معناتها خاصة إذا كان أعضاء مجامع الصيانة وتصرف معناتها دي بروفيسيونيل مختصين وديديين للعمل هذايا. وفي بعض الأحيان نلقاو هالمجامع هذايا عندهم صعوبات في الاستخلاص نتاع المساهمات نتاع الصناعيين، ويلقاو صعوبة في تمويل عمليات إعادة تهيئة. عادة الوكالة العقارية الصناعية يعيطولها باش تكون بدور الاسيستانس تكنيك ولا لاجستيون بور كونت باش تهيئ المناطق الصناعية في صورة توفر التمويلات. هذا ما يمنعش أن الدولة في المناطق التنمية الجهوية، مش في المناطق الساحلية، في المناطق التنمية الجهوية التعاون الجهات باش تقوم بتمويل إعادة التهيئة 50-50، معناتها 50% على عاتق مجامع الصيانة والتصرف و 50% على عاتق الدولة. وهذا صار في عديد وعديد المناطق الصناعية، في صفاق سنتراتر، في البودريير 1، البودريير 2، في عقارب، في 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 في, في برشا مناطق صناعية تمت إعادة التهيئة عن طريق تكفل الدولة ب 50% في مناطق التنمية الجهوية. هذا إجابة على التفاعلات وجودنا الأسبوع الماضي في صفاقس، ونشكرك سي قيس ماجي على تفاعلك معنا. حتى المرة الجاية باش نرجعوا احنا في شهر جوان نجموا نعاودوا نطرحوا الموضوع وقت حتى على عين المكان معاك ولا مع من يمثلكم معناتها في في الجهة. نختم معاك بحاجتين، حاجة باش نذكرها دونك جوان باش يخرجوا دونك المزاد العالمي بداوا العباد يتفاعلوا معناتها دونك سكوب هذايا هو دو تخوا سكوب اليوم صباح، مزاد علني معناتها خاطر تبخيزي على الاخر معناتها دونك اراضي كانت اللي عودتوا وخذيتوها دونك في الشرقيه في المغيره في شطرانه في قلعه الاندلس الى اخره، دونك في جوانتو ترجع بحذنا علاش لا وقتها حتى نزيدوا نذكروا المستمعين. وحاجه تهم لي ستارت اب لفتت انتباهي بالحق دونك لي زاميناجمون سبيسيفيك باش تسمحوا لي ستارت اب انه يزاكسيد الفونسيي ما تخص بهم معناتها على قد جرمهم كما نقولوا برضه فرنسي سامحوني في الكلمه. هو الحقيقه كان ان سوسي بيرسونيل، احنا تتذكر احنا خدمنا شويه على شا بوبليك انوفاسيون اون امي ان كادر بروبيس فور من العباد اللي يخدموا عليه سي قيس ماجري وقتها في مسؤوليتك السابقه معناتها سيناتك صح نفس الشيء على مستوى لو فونسي اندستريال. لاحظوا فما العديد من الشباب اللي هم خاصه الستارت اب اللي مخرجوا لا فقط من الستارت اب نيميريك وديجيتال، لكن فما صناعي اللي يخدموا في المجال معناتها في مجال صناعي بحت، وهذا حبينا نعملوا ان جيست كوميرسيال بور لي زونتربريز هذوما ان نمكنوهم من الولوج للمناطق الصناعيه واقتناء مقاسم ولا كيرا محلات على مستوى المناطق الصناعيه الموجوده بالوكاله افيك دي معناتها دي فاسيليتي دو بايمون. تقريبا عندنا قرار صادر عن وزير الصناعه اللي هو يحط الشروط هذه نتاع التسهيلات في الدفع بالنسبه للستارت ابر وبالنسبه للباعثين الشبان اللي عمرهم اقل من 40 سنه والخريجين المعاهد العليا واصحاب الشهادات العليا عندهم الفاسيليتي هذه ونجموا يتصلوا بالوكاله ونشوفوا كيفاش اذا كان انتريسي باش ياخذوا فرونسي باش نعمل لهم التسهيلات هذه. دونك هذا زاد ما قمناش بالكومونيكاسيون عليها بما يكفي، و سي ان بليزير دو لانونسي في راديو اكسبريس اف ام. دونك هذا اي ستارت اب؟ لا اي ستارت اب تو جماعه لابيليزي ولا ستارت اب سي بار ديفينيسيون لابيليزي، ولا من الباعثين الشبان اللي عمره اقل من 40 سنه وعندهم فكره مشروع يحب ينتصب في منطقه صناعيه معناتها. دونك عاملين لهم دي لو سبيسيفيك هي تخصيص نسبه على 100 هكتار مثلا خرجوا نخصوا 10 هكتارات على 50 هكتار 5 هكتارات تقريبا 10% من المنطقه الصناعيه تكون مخصصه للباعثين الشبان. هذا حتى بالقانون ما كان يجبركم يعني هو قرار هي مبادره معناتها لتمكين الباعثين الشبان من انهم يكون عندهم فاسيليتي على الاقل في المراحل الاولى من الاستثمار نتاعهم. لولو اللي باش يتباعوا مزاد علني شرقيه وشطرانه وكل ينجم 10% من اللي باش تباع مزاد علني يقعد الستارت اب صعيبه ما نشوفوهم يسيرش خلي ساعه يشاركوا هما ومن بعد مرحبا بهم فما حتى اشكال. دونك هذا تحكي على بلا شنو على دي زون جدد كيما اي على دي زون جدد على دي زون جدد كيما تخمن واضح ابسوليومون
يعطيك صحة، شكرا لك سي قيس ماجي بور سو تور دوريزون تاع المناطق الصناعية. برشا الحقيقة لازم الحق يقال، باش نعطيك هكا وهكا رابيدمون في الباهي والغيب. تحية لكل المستمعين الفاعلين معانا، فما شكون يقولوا بون فما بالطبيعة لو كليما لي لوا يقول لك فما اون باغيل ساعة ساعة اون إنيورونس، فما نون رياكتيفيتي بصفة عامة. هوني الكلام موجه مش كان أفي معناتها، ولكن يقول لك زادة مثلا فما شكون يقول عنده الحق لا غيزون بوغ اون فوا، قالوا مش معناتها في شخصك معناتها على لا مان لوفي على تيغان بالنسبه لي زاندستريال سيريو معناتها 50 سنة الى اخره. خالصين يقول لك عزتي غلونا سوناد الى اخره. دونك يسالوا فيك على زون اندستريال مغيره على الاكستنسيون نتاعها، ما انت سبقت وتكلمت قبيليك اللي التحقوا بنا، دونك فما اكستنسيون سي سا الاكستنسيون مادي للايرونوتيك. الايرونوتيك بور لاستون فماش حاجه اخرى به. الزريبه فما جديد؟ الزريبه زريبة قاعدة تقدم، وقاعدين نخموا في اكستنسيون في زريبة أخرى، معناتها قاعدين في الإيدنتيفيكاسيون تاع المدخر العقاري، غاديك إن شاء الله فما توجه في نخدموا عليه. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة، شكرا لحضورك معنا اليوم. مثلا باش نرجعوا على الموضوع، أنا قلت رونديفو في صفاقس خلينا نفركوها هالرومان، لأنه فهم مستمعين قال لك بون فهمناه سي قيس، ولكن شنو معناتها قاعد يقول البريفي هو اللي غلط ولا أن توكا أنت اليوم قالوا لا في لازمها تقد، أنت قلت أن توكا ماهوش مشكلة هو مش حكاية غلط وصحيح، ما فما تراكمات لازم نكونوا متفاهمين ليها وكل شيء، وفما بتاتر فما مشروع بتاتر كيلفو لانونسي توا البودريير واحد واثنين في إطار مشروع تبارورة، فما بروجي سيريو اللي اون تران دافونسي توا باشراف من وزاره الصناعه والطاقه والمناجم لاعاده تهيئه المنطقه الصناعيه باش تكون متلائمه مع مشروع تباروره. والمشروع هذا قاعد يقدم بالتنسيق مع السلطات الجهويه ومجامع الصيانه والتصرف غاديكا، وان شاء الله زاد باش تكون وجه جديد للمنطقه الصناعيه نتاع البودريير اللي هي منطقه كبيره في صفاقس. شكرا لك، يعطيك الصحة سي قيس مجري. وقعدوا معنا، نمشيو فاصل وراجعين بعد شوية باش نحكيو على من الغذائي وموضوع الايكونوميست فورم الايكونوميست مغربي، باش نحكيو على لي ميزون دوت بعد اجتماع تاع لافي دوتي البارح والحملة اللي تم تلاقى نتاع وينو الكايت شارج. تكون معنا مجري، تكون معنا سيدي مجري زادة بعد شوية. قعدوا معنا راجعين.